اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء في صبيحة يوم الجمعة. كنتم معنا اليوم حركة او حركة خفيفة شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا دائما في يوم الجمعة تزامنا مع ايام الويكند تكون حركة خفيفة شوارع العاصمة الاقتصادية على عكس باقي الأيام. طبيعة الحال اليوم الجمعة كاين اللي بدا كيدير مخططات ديال البروغرام ديالو ديال الويكاند، كاين اللي بدا كيشوف لا ميتيو واش كاين الشمس واش كاين الشتاء واش كاين البرد فهاد الويكاند هادي على أمل أنه يمشي للبحر يتبحر ويعوم. كما كتلاحظوا الدنيا خاوية، شبه خاوية، حركة خفيفة، ونادرا ما كنشوف الحركة اللي كتكون خفيفة جدا في شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. هو تزامنا مع اليوم الجمعة، دائما اليوم الجمعة تكون في واحد الحركة اللي شوية لا بأس بها. خصوصا في هذا الجو ديال اليوم اللي هو جو يعني غائل، ما كاينش يعني واحد الحرارة، ما كاينش الشمس اللي ساطعة، الحمد لله. نتمنى بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا برحمته ينزل علينا المطر، لانه مازال الارض محتاجة للمطر، مازال محتاجين الارض تروى اكثر واكثر. كما كتلاحظوا معنا اليوم حتى الترام ما عمرش بهذاك الاكتظاظ الكبير، فيوم الجمعة كيكون شوية مخفف على باقي الأيام صراحة. مشاهدينا الكرام، انتم ما زلتم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. شوارع العاصمة الاقتصادية والأجواء كيف ما كتلاحظوا معنا هي هذه أجواء ديال شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، هذه هي الأجواء بشوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. فنبقى نغنوكم وصلنا نهاية البث المباشر على أمل نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.